مصطح يرمي بنات أبي بكر بأبشع شيء، وأبو بكر ينفق على مصطح. لو أن ذلك، لو أن إنسان ينفق على إنسان وإنما معيشته منه مما يعطيه ويحسن إليه، وبلغه نبأ عن بعض بنيه أنه يفعل كذا وكذا، لكان رعاية لإحسانه القديم إليه، ينبغي ألا يفشي ما علمه من السوء، من السوء الواقع. فما ظنكم بمن يختلق سوءا لم يقع ويفشي ويبلغ ذلك المحسن فيغضب؟ هو كن بشر كالبشر، يغضب كما يغضب بنو آدم. فأقسم ألا ينفق على مصطح، فأراد ربنا سبحانه أن يبقى أبو بكر في مكانه ذاك، فأنزل قوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى وأرجع النفقة إلى مصطح.